هل ايضا ذلك راح يكون على دوري ابطال اسيا؟ لم يؤكد ذلك. هذه كره ملعوبه الان، معاذ يلعب العرضيه راسيه. الله الله الله، ناصر الشمراني الهداف، ولعبها براسه ليضفي اثاره قادمه. الليث اذا ما اراد العوده راح يكشر انيابه، وبدت الانياب تشتغل. باقي 25 دقيقة والشباب يقلص هذه الإعادة. ويا الله، دقة تسديد بالراس تفرق، الهداف يفرق، والزاوية